اليوم العالمي للضمير، تساؤلات حول العملية الروسية التي دمرت أوكرانيا وشردت الملايين من شعبها. الانتخابات اللبنانية تلوح في الأفق، مهلة تسجيل اللوائح انتهت، وحضور قوي لمرشحي المجتمع المدني. برنامج اليوم مع باسل صبري ولين البوديري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم وجولة صباحية جديدة ستأخذنا لعدة محطات، أولها وعلى رأسها بالطبع الحرب على أوكرانيا. وبما أن اليوم 5 أبريل هو اليوم العالمي للضمير، سنتحدث عن موقف العالم مما حدث في مدينة بوتشا الأوكرانية. بالطبع من المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي فيما ارتكب من جرائم هناك، حيث امتلأت الشوارع بالجثث في مشهد ينتهك بنود اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب وصون حقوق المدنيين وإعلاء الضمير الإنساني حتى في حالات النزاع. بالطبع هذه الاتفاقية تحظر تماما انتهاك حياة الأبرياء أو الاعتداء عليهم والمساس بأمنهم، وهذا هو أول ملفاتنا اليوم. في ظل التصعيد المستمر للحرب الروسية على أوكرانيا، باتت مرافق المياه والطاقة في البلاد أهدافا للهجمات العسكرية، وبدون الكهرباء يعاني السكان الأوكرانيون من نقص التدفئة في الشتاء، كما أن بعض المدن مثل ماريوبول وخاركيف نفدت فيها بالفعل المياه النظيفة، وأصبح تقنين المياه أمرا معتادا في معظم المراكز الحضرية. من جهتها حذرت Human Rights Watch من غياب الخدمات الأساسية عن السكان، مشيرة إلى أن ضمان الحصول على الطاقة ومياه الشرب سيكون حاسما للمساعدة في منع انتشار الأمراض المعدية المنقولة بالمياه الملوثة، بالإضافة إلى غياب الكهرباء لتأمين الرعاية الصحة المطلوبة في هذه الحالة، كما حدث مع سكان مدينة أفديفكا في شرق البلاد الذين يواجهون ظروفا إنسانية قاسية. تشبه الظروف في أفدييفكا العديد من المدن الأوكرانية، إذ تدهور الوضع بشكل كبير، حيث احتمى السكان في الأقبية مع القليل من المياه الجارية أو الكهرباء أو التدفئة أو الرعاية الطبية، في ظل حصار روسي مطبق عليها. ووفق منظمة Human Rights Watch، فإن المدنيين في مدن أفدييفكا وتشيرنيهيف وغيرهما لديهم خدمات محدودة من المياه والطاقة منذ أوائل مارس الماضي، حينما صعدت القوات الروسية هجومها على البلاد. سقطت القذيفة الأولى قرب روضة الأطفال على بعد 30 مترا من هنا. إنهم يستخدمون كافة أنواع الأسلحة لديهم، حتى أنهم ضربوا المنطقة الصناعية بقنابل الفوسفور الحارقة. إنهم يقصفون كثيرا، يمكنك أن ترى كيف تضررت المنازل. صحتي تتدهور باستمرار، ولا نملك أدوية ولا كهرباء ولا ماء ولا تدفئة، ليس لدينا شيء هنا. ومع فقدانهم للعناصر الأساسية للحياة، يخشى سكان مدينة أفدييفكا السيناريو الأسوأ، حيث يشكل النقص الحاد في المياه خطرا جسيما على السكان الذين بقوا في المدينة، كما أن نقص الكهرباء يحد بشدة من الوصول إلى الرعاية الصحية. الموردون يقومون بتزويدنا ببعض المواد الأساسية رغم مرورهم بمناطق تشهد عمليات عسكرية. إن لم يفعلوا ذلك فلن يكون لدينا شيء. كما ترى القصف طال كل شيء، المنازل وصيدليات. القصف دمر كل شيء بمنزلي، تحطمت النوافذ والأبواب، الجو بارد جدا ولا يوجد كهرباء. وفي نظرة على الأرقام الرسمية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن الهجمات التي شنتها القوات الروسية تركت أكثر من 900 تجمع سكني في أوكرانيا من دون أي إمدادات من الكهرباء والمياه والتدفئة، في حين قالت وزارة الطاقة إن 646 ألف شخص في أنحاء أوكرانيا يعيشون بلا كهرباء، وإن 130 ألفا يعيشون دون إمدادات غاز، مع العلم أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة مع استمرار الحرب الروسية على البلاد. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على الدول احترام الحق في استخدام المواد الأساسية للمواطنين، الذي يشمل الامتناع عن تقييد الوصول إلى خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية، ويمنع تدميرها كإجراء عقابي أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك احترام الالتزامات بحماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة، وهو ما تفعل موسكو عكسه تماماً في أوكرانيا.
وبالمناسبة اليوم 5 أبريل تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للضمير. هي مناسبة من أجل تعزيز ثقافة السلام بالحب والضمير كما يقول الشعار في جميع أنحاء العالم. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الاحتفاء بالضمير يكون من خلال إرساء السلام ونشر التسامح والتفاهم وتعزيز التضامن والتعايش، وهو تماما عكس ما يجري في أوكرانيا منذ أسابيع بعد أن أطلقت روسيا حملة عسكرية هناك كما تسميها، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف وتهجير الملايين وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. قلما يصدر الرؤساء مثل هذا النداء، لكن هذا ما سأقوله اليوم. أناشدكم الحديث عما حدث في بوتشا والمدن الأوكرانية الأخرى التي طرد منها الغزاة، فقد قتل المئات وعذب المدنيون وأطلق عليهم الرصاص. الجثث ملقاة في الشوارع والمنطقة ملغمة، حتى الجثث تم تفخيخها. بهذه العبارات وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي ما حدث في مدينة بوتشا من جرائم حرب بحق المدنيين والأبرياء، مؤكداً أن مجلس الأمن سينظر بواقع جرائم الحرب المرتكبة في بوتشا وبلدات أخرى حيث امتلأت الشوارع بالجثث في مشهد ينتهك بنود اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب. الاتفاقية تضمن صون حقوق المدنيين وإعلاء الضمير الإنساني حتى في حالات النزاع، حيث تحظر انتهاك حياة الأبرياء أو الاعتداء على كرامتهم والمساس بأمنهم، وهي اتفاقية صادقت روسيا عليها سابقا. ولكن في المقابل تدين الهيئات الأوكرانية خرق الجنود الروس لكل البنود الدولية في بوتشا وباقي المدن وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته الشديدة من صور المدنيين القتلى في بوتشا، في حين وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صور الجثث بالمؤلمة، وكان قد أشار سابقا إلى عدم جدية روسيا في جهود السلام بأوكرانيا. لا نرى في الواقع علامات على الجدية الحقيقية من قبل روسيا في جهود السلام، ولكن رأينا إرادة تصميم الشعب الأوكراني على تقرير مستقبله بنفسه لا من قبل الروس. من جهته أدان الاتحاد الأوروبي الجرائم في بوتشا مؤكدا تعاونه مع المنظمات الحقوقية وأوكرانيا لجمع الأدلة اللازمة لتقديمها للمحاكم الدولية وضمان إحقاق العدالة والإنصاف للضحايا وترسيخ مفاهيم الضمير الإنساني حتى في لحظات النزاع. بالحديث عن السلام والضمير، يوثق مؤشر السلام الإيجابي للعام 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام المواقف التي تتبناها كل دولة من دول العالم والتي من شأنها أن تخلق مجتمعات مسالمة وتدعم استمراريتها. عالميا تصدرت السويد والدنمارك التصنيف في المرتبتين الأولى والثانية، في حين حلت الولايات المتحدة بالمرتبة 24، وتراجعت روسيا للمرتبة 71 بسبب تهديد تهديداتها العسكرية لدول الجوار. عربيا تصدرت الإمارات القائمة لتحصل على المرتبة 37، في حين جاءت الصومال واليمن وسوريا في ذيل القائمة. ولا يمكن طبعا أن نفصل الحديث عن الضمير عما يحدث في أوكرانيا، لأن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن النساء والأطفال يشكلون 90% من اللاجئين الفارين من القصف الروسي، وبطبيعة الحال لكل لاجئ أو لاجئة قصة وآمال في المستقبل. دعونا نتعرف عليها في هذا التقرير. قبل أسابيع من الآن كانت جدة فييرا تعيش بسلام في منزلها في أوكرانيا، لكن اليوم هي لاجئة في بولندا. فييرا اضطرت إلى الفرار من كييف مع أحفادها خوفا على حياتهم. نعم، بسبب الحرب وبسبب القنابل، لأنهم يقصفون أوكرانيا، يفعلون أشياء مخيفة. ذهب الجميع حيثما استطاعوا، حاولنا أن نبقى سويا وقررنا الآن إنقاذ أطفالنا، هذا ليس ذنبهم. السيدة يوليا هي أم لطفلين، بعد نجاتها من الهجمات والتفجيرات الروسية لما يقرب من أسبوعين قررت وزوجها مغادرة كييف. لقد تعرضنا للهجوم والقصف لمدة 13 يوما، وطلب مني زوجي أن أخرج الأطفال لأنهم أصيبوا بصدمة نفسية. أما السيدة ليليا فهي جدة لشابين تيمور ودمير،
بالنسبة لعائلتها كانت الخطة في البداية هي الفرار إلى كوخ خارج كييف، لكن مع اقتراب القوات الروسية تغيرت جميع الخطط. قال لي زوجي اذهبي إلى لفيف، وبعد ذلك بدأت الانفجارات، فجروا المطار هناك وقررنا المغادرة. الآن نحن مع أصدقاء ابنتنا. لم تتخيل ليليا أبدا أنها ستضطر إلى عيش الحرب في القرن 21 بعد أكثر من 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية. جدي قاتل في بولندا وهذا أمر مروع بالطبع، لقد تذكرته، فإن الأمر يشبه القيام برحلة إلى الوراء. يأملون في العودة إلى ديارهم ذات يوم مع أطفالهم وأحفادهم. هذا هو حال لسان النساء الأوكرانيات، معتبرين أن صدمة الحرب مؤقتة وستنتهي مع عودة السلام إلى أوكرانيا. للحديث أكثر ينضم إلينا من مدينة بولتافا الأوكرانية رئيس المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان في أوكرانيا ونائب رئيس خلية الأزمة التابعة لمجلس الوزراء الأوكراني الدكتور غيث أحمد مناف. أهلا بك معنا دكتور غيث. يعني أريدك أن تحدثني لو سمحت طبعا في البداية عن أوضاع المدنيين خصوصا في المناطق التي تغيب عنها المياه والطاقة اليوم في أوكرانيا، وما الخيارات المتوفرة البديلة لديهم الآن؟ صباح الخير عزيزي وتحية طيبة لك. ما يجري اليوم في المناطق التي تعتبر اليوم هي منكوبة مثل مدينة ماريوبول وأيضا بعض المدن الأخرى والبلدات التي تحت السيطرة الروسية تعاني طبعا الكثير من نقص امديادات المياه وأيضا انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة أنه ما زلنا نحن نشهد أيام فيها برد كبير جدا ويعتاز إلى وجود التدفئة، وهذا ما تفتقره بعض هذه المدن والبلدات التي هي تحت القصف اليومي. لدينا أكثر من 2500 منزل هو الآن يفتقر إلى العوامل الطاقة وأيضا إلى المياه ووسائل التغذية. طيب ما هو موقف القوانين الدولية من منع القوات الروسية المدنيين الأوكرانيين من الوصول إلى المواد الأساسية لبقائهم مثل الماء والغذاء والدواء أيضا؟ ما شاهدناه في مدينة بوشتا وإيربين بعد خروج القوات الروسية بعد معركة كبيرة جدا حدثت لأيام وأسابيع بين القوات الأوكرانية والاحتلال الروسي، شاهدنا الجثث، فهذا الشيء يجعلنا أن نتأكد يقينا بأن ما يحدث اليوم في بعض المناطق التي نمنع من دخولها أو يمنع الطاقم الصليب الأحمر من دخول هذه المدن والبلدات خشية لما سوف يشاهدونه أيضا من عمليات تعذيب وقتل وأيضا استخدام المواطنين كدروع بشرية. هذا ما شاهدناه اليوم نحن في بوشتا وإيربين، شاهدنا عمليات قتل مرتبة جدا. نحن نتحدث عن أكثر من 55 جثة ملقاة على الأرض وهي تحتوي على علامات تعذيب واضحة. لدينا أيضا بعض الصور نحن كمنظمة نتحفظ أن ننشرها حتى هذه اللحظة كونها عذبت وتم رسم الصليب الخاص أو المعكوف، الصليب المعكوف للنازيين على أجسام الذين تم قتلهم، يعني يستخدمون أبشع أنواع القتل لقتل المواطنين ولتعذيبهم. طيب دكتور غيث، يعني طبعا ما ذكرت الآن من قتل للمدنيين والجثث الملقاة في الشوارع، المشاهد التي رأيناها هي بالتأكيد يعني هناك إجماع دولي على أن هذه جريمة حرب ضد مدنيين، لكن أيضا عندما نتحدث عن ضرب الأماكن التي بها مراكز الكهرباء والمياه بالإضافة إلى تجويع المدنيين من ضمن وسائل كثيرة لوسائل الحرب المعترف بها يبدو في روسيا، ألا ترقى أو يرقى كل ذلك لجريمة حرب؟
بالطبع أنها هاي جريمة حرب. هم اليوم لا يقومون باستهداف المراكز الحكومية أو استهداف المنشآت العسكرية كما ادعوا في تصريح لهم في يوم 23 من فبراير بأنها سوف تكون عملية عسكرية نوعية تستهدف المراكز الخاصة بالقوات العسكرية أو تحجيب قوات الجيش الأوكراني. ما شاهدناه هو العكس، هو استهداف للمدن، استهداف للمنشآت المدنية، أيضا استهداف للمستشفيات. لدينا اليوم سجلنا نقل مستشفى ميداني أو مستشفى للولادة إلى العمق الروسي. ماذا يعني هذا؟ لماذا يتم تهجير المواطنين قصرا إلى داخل العمق الروسي؟ لماذا يمنعون المواطنين في مدينة ماريوبول وأيضا خرسون من الخروج من المناطق التي تحت الحصار الروسي إلى المناطق التي هي تحت الحكومة الأوكرانية؟ لماذا لا يسمح للمواطنين بالخروج إلى البر الآمن الغربي؟ لماذا يتم فقط فتح ممرات إلى الجانب الروسي؟ هذا الشيء يدل على أن هناك عملية تكتيكية لأخذ المواطنين كدروع بشرية، لاعتقال المواطنين بصورة مدنية أو صورة مشابهة بأنها ليست اعتقال ويتم التحقيق معهم. هكذا ما حصل مع العديد من المواطنين الذين قاموا بمناشدة الحكومة الأوكرانية وأيضا المنظمات الأوكرانية، وبالإضافة إلى منظمتنا، بعد أن تمكنوا من الخروج بعجوبة من الأراضي الروسية وهم يتحدثون ويدلون بتصاريح مهمة عن آلية الاستفسار. طيب. عن من هو متعامل مع القوات الأوكرانية. طيب. وأين هم يسكنون؟ لو أمكننا أن نلخص كل ذلك في مطالب الآن، ما المطلوب، ما الذي تنادون به من أطراف الصراع والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات الأساسية للمحاصرين في أوكرانيا اليوم؟ طبعا ما نطلبه نحن وما نرغب بالحصول عليه هو عمليات تسهيل دخول المنظمات الدولية وأيضا المنظمات المحلية الأوكرانية إلى المناطق التي هي تحت الحصار الروسي، بالإضافة إلى تمديد المواطنين بالقوت الغذاء. اليوم لدينا نقص كبير في الأدوية، في الغذاء وشحة المياه. أيضا كما نطالب الأمم المتحدة والقائمين عليها بضرورة إيقاف هذه الحرب الغير مبررة حتى هذه اللحظة، ولم نشاهد أي تبرير لدخول القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية. نطلب من الجميع إيقاف هذه الحرب، إيقاف سفك الدماء، وأيضا إيقاف توغل القوات الروسية. ونحن نشاهد اليوم تهيئ قوي للقوات الروسية للدخول وشن حرب مرة جديدة على مدينة خاركيف، و نحن نخشى أن تكون خاركيف مسرحا كمسرح ما حصل في مدينة ماريوبول، وتكون أيضا منكوبة في الأيام والأسابيع المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا، رئيس المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان في أوكرانيا ونائب رئيس خلية الأزمة التابعة لمجلس الوزراء الدكتور غيث أحمد مناف، شكرا جزيلا لك. وتتابعون معنا بعد قليل، الانتخابات اللبنانية تلوح في الأفق وانتهاء مهلة تسجيل اللوائح وحضور قوي لمرشحي المجتمع المدني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مساء أمس الاثنين الرابع من إبريل انتهت مهلة التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية في لبنان، وكل مرشح لم يندرج في لائحة سيكون خارج الشوط بحسب قانون الانتخابات اللبناني الذي يعتمد التباري بين لوائح وليس باختيار أسماء بعينها. زخم الاستحقاق المرتقب المطعم هذه المرة بمرشحي المجتمع المدني، من المؤمل أن تتصاعد وتيرته في صناديق الاقتراع في 15 من مايو المقبل، علما بأن المواطن اللبناني يحق له التصويت بورقة بيضاء. ومع اكتمال عقد اللوائح ووضوح مشهد التحالفات إلى حد بعيد، ستنصرف الكتل المرشحة إلى الإعداد للمنازلة الكبرى، وبذلك يكون لبنان قد دخل جديا في المعركة الانتخابية التي يفترض أن تحدد ملامح المجلس النيابي الجديد. دعونا نتعرف على وضع فسيفساء اللوائح الانتخابية والتكتلات الحزبية النهائية وشكل المشهد الانتخابي ككل مع مراسلتنا من بيروت جين عفيش. أقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية هنا في وزارة الداخلية اللبنانية،
لتفتح الأبواب على التحضير لانتخابات برلمانية مزمع إجراؤها في 15 مايو المقبل، انتخابات تقول الداخلية اللبنانية إنها ذللت كل المعوقات اللوجستية لإجرائها، واللافت هذا العام ارتفاع المشاركة النسائية مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة. عندنا بالنسبة للنساء 157 نساء ترشحوا، النسبة 15% قبل كانت 11%. معالي الوزير في قصة الكهرباء عم بيفتش على حل، وهلأ عم بيطلع بكتير حلول، آخر شيء ليلاقي الأنسب ليطبقوا نهار الانتخابات. كل طرف يعد العدة لبدء السباق الانتخابي وحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان اللبناني، وإن قرأ المراقبون في المشهد الانتخابي عناوين ثلاثة للمنافسة، وذلك بين محور الممانعة المتمثل بحزب الله وحلفائه، ومحور ما يعرف بالخط السيادي أي قوى 14 آذار سابقا، والقوى التغييرية التي يرى مراقبون أنها لن تحدث فرقا كبيرا في قلب المعادلة السياسية السائدة بسبب انخراطها في تحالفات غير موحدة وغياب رؤية وعناوين واضحة لبرامجها الانتخابية. المجتمع المدني أكيد بده يجي، بس شيء 10-15 نائب بس، يعني بضل انه عندهم كتله لحاله وكذا، ممكن يعملوا شيء. التركيب اللوائح ترجع مثل ما كانت قبل، يعني ان شاء الله يقدروا التغييريين يقدروا يطيروا حدا. شعارات انتخابيه ملأت الطرقات والشوارع، ولكنها لم تصل الى قلوب الناس في الشارع. هؤلاء يقولون ان كل البرامج الانتخابيه لن تغير الواقع المتردي الذي وصلت اليه البلاد. انا بظن ان نسبه التصويت حتكون ضعيفه، خصوصا في البيئات اذا بدك السنيه، اللي مع انكفاء سعد الحريري بدها تنكفئ عن التصويت، وجمهور ثوره 17 كمان بده ينكفئ لانه مش عم يقدر يطمئن او يحس انه في بديل حقيقي جدي قادر على المواجهه. توازيا مع شعارات التغيير الموعوده، تطلق الاحزاب ولا تزال مهرجاناتها الانتخابيه معلنه برامج اصلاح وانماء لاستماله الناخبين المنهكين اصلا في جهود توفير الرغيف والدواء والوقود. مع اقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية، تتكثف تحضيرات الأحزاب التقليدية وقوى التغيير لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري بعد حراك 17 أكتوبر، ووسط أزمات صعبة يمر بها لبنان وفي ظل انهيار مالي غير مسبوق. جين عفيش، الحرة، بيروت. دعونا الآن نتابع بعض الحقائق عن الانتخابات النيابية اللبنانية للعام 2022 بحسب عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات. في البداية، الانتخابات النيابية اللبنانية للعام 2022 هي الأولى التي تجرى بعد حراك 17 أكتوبر 2019، وتجرى الانتخابات الحالية وسط أسوأ انهيار اقتصادي ومالي للبنان منذ 30 عاما، وهي المرة الثانية التي تجرى فيها الانتخابات النيابية على أساس قانون النسبية بعد عام 2018، في حين كانت تجرى سابقا وفق قانون الأكثرية. ويقسم قانون النسبية لبنان إلى 15 دائرة انتخابية. القانون النسبي لم يغير الكوتا النسائية أو تخفيض أو يخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما أو يشرك العسكريين بالاقتراع. وبحسب القانون الانتخابي الحالي، سينتخب المغتربون 128 نائبا بدلا من 6 نواب، أي ما يشكل إجمالي عدد النواب في البرلمان اللبناني. علما بأن الانتخابات النيابية الحالية تشهد أيضا نسبة مغتربين مسجلين للاقتراع في الخارج عالية جدا، تصل إلى أكثر من 225,000 مغترب لبناني بحسب وزارة الداخلية اللبنانية، في حين بلغت نسبة المغتربين المسجلين للاقتراع في انتخابات العام 2018 ما يقرب من 93,000 ناخب. سنتابع الآن المقابلة التي أجرتها الزميلة جينا عفيش مع عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات حسين مهدي. مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات حسين مهدي. أستاذ حسين، أهلا بك عبر شاشة الحرة.
أصدرتم تقريركم الأول تحدثتم فيه عن مخالفات ومشاهدات عامة للأجواء الانتخابية، ما هي أبرز تلك المخالفات؟ أبرز المخالفات اللي نحن رصدناها بتقريرنا الأول تطال بشكل أساسي موضوع رشا الانتخابية، موضوع عدم تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين من قبل السلطات المحلية، استخدام النفوذ السياسي لصالح مرشحين معينين، استخدام موارد الدولة، في عنا موضوع الخطابات التحريضية والعنصرية والتحريض اللي عم بيقوم فيها بعض المرشحين أو الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وفي الضغط وتخويف الناخبين. كيف تبدو الصورة على مستوى التحالفات الانتخابية التي على أساسها ستخاض الانتخابات؟ النظام الانتخابي في لبنان بصيغته عم نحكي النظام النسبي مع اعتماد الصوت التفضيلي واللوائح في الدوائر يتيح المجال أكثر أمام تحالفات سياسية انتخابية أكثر من ما هي تحالفات سياسية قائمة على رؤية ومشروع محدد، وهذا اللي بنشوفه بقلب أكثر من محل، بنلاقي مرشح أو طرف سياسي تحالف مع هذا الطرف في هذه الدائرة ونزل ضده بدائرة تانية، لأنه الهدف بشكل أساسي الحصول على العدد الأكبر من الكمية الأكبر من الحواصل الانتخابية والحصول على الأصوات التفضيلية. يعني المعركة منا بس محصورة فقط بلائحة ضد لائحة، هي أيضا داخل اللائحة نفسها. كرمال هيك بنشوف رجال أعمال كتير عم يترشحوا بنفسهم ينزلوا على الانتخابات، وهن عم هيدا أكتر عم بكرس موضوع الزبائنية السياسية، موضوع الرشا الانتخابية وشراء الأصوات. لو تحدثنا قليلا بلغة الأرقام، ماذا عن نسب مشاركة المرأة في هذه الانتخابات والقوى التغييرية؟ نعم، بموضوع المرأة بلغت نسبة المشاركة لحد هلأ 15%. اليوم ننتظر إقفال أو تركيب اللوائح، بعد تركيب اللوائح والإعلان عنها ممكن تنزل النسبة بعد شوي. هي نسبة ارتفعت عن عام 2018 بس ما ارتفعت كتير، يعني بالعام 2018 كانت 9 أو 10%، فهو الارتفاع طفيف. أحد أبرز المعوقات أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية تحديدا بالترشح لموضوع النيابة هي عدم ترشيح الأحزاب نفسها لشخصيات نسائية حزبية. يعني في ظاهرة منشوفها بترشيح شخصيات نسائية غير حزبية، ودور المرأة داخل الحزب بيكون مقتصر على العمل داخل اللجان أو بأدوار معينة لا تتطلب ظهور سياسي. ماذا عن قوى التغيير، ما تسمي نفسها القوى التغييرية، وماذا أيضا عن ناشطين من حراك 17 من أكتوبر؟ هل زادت نسبة الترشح لدى هؤلاء؟ بعد 17 من تشرين طبعا ازداد كمية الأشخاص اللي هن طامحين ليوصلوا إلى السلطة لإحداث تغيير ما. هيدا الشيء طبعا بنشوفه بارتفاع نسبة عدد المرشحين السنة أكبر من عدد المرشحين بالعام 2018، وعدد اللوائح طبعا حيكون كمان أكبر من اللوائح يمكن الموجودة بالعام 2018. توصف الانتخابات اليوم بالمصيرية بسبب الانهيار المالي الكبير الذي تعيشه البلاد. اليوم التحضير للانتخابات، البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، هل تستجيب لتحديات المرحلة؟ في ملاحظة أساسية تتعلق بالبرامج الانتخابية الحالية. البرامج حتى الآن بما ظهر أو بما أعلن عنه من برامج هي برامج عامة وفضفاضة. السبب بذلك أنه النظام الانتخابي بالصيغة المعتمدة حاليا اللي له علاقة باللوائح والنسبية والصوت التفضيلي بيفتحوا المجال أكثر أمام تشكيل أو وجود تحالفات انتخابية وليس تحالفات سياسية على رؤية وبرنامج وأهداف واضحة. يعني منشوف أنه في مرشح ممكن يكون منشوف أنه أغلب المرشحين بيحكوا أنه هن ضد الفساد، هن مع استقلالية القضاء، هن مع موضوع يعني بتحسي مع المساءلة والمحاسبة، بس أغلب هدول الشعارات عم تطلع بشكل فضفاض وعام جدا. ما هي رسالة اليوم إلى اللبنانيين عشية الانتخابات البرلمانية المرتقبة؟ رسالتنا إلى الناخبين بشكل أساسي هي المحاسبة إن كانت
كانت سلبية أو إيجابية. شو يعني محاسبة إيجابية؟ يعني بال 2018 إذا الشخص اعتبر نفسه صوت اللي حطه بالصندوق قدر يلبي طموحه، قدر يمثله داخل البرلمان، يعيد التصويت لنفس هذا الطرف. إذا اعتبر أنه هذا الطرف لم يمثله، لم يلبي طموحه، يشوف اللوائح المتنافسة الأخرى ويشوف الأقرب لإله، البرنامج السياسي اللي بلاقيه أقرب لإله. هل تخشون اليوم من تطيير الانتخابات النيابية المقبلة؟ المخاوف تكمن على أكثر من صعيد. يعني في الموضوع الإجراءات الإدارية واللوجستية، هل نحن جاهزين لوجستيا وإداريا أم لا؟ في الموضوع المالي، صحيح أن المجلس النيابي أقر موضوع الموازنة العامة وضمنه موازنة الانتخابات النيابية، ولكن حتى الآن الاعتمادات لم تصرف. حكومة عندها بيان وزاري تحدث عن إجراء انتخابات النيابية والبلدية في موعدها. هذه الحكومة وهذه السلطة والمجلس النيابي ما احترموا البيان الوزاري، ما احترموا مبدأ دستورية وأهمية أن يكون في دورية لإجراء الانتخابات البلدية، وبالتالي ما في ثقة بهذه السلطة أنه تكون عم تعمل الانتخابات بموعدها. أستاذ حسين مهدي، شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا لك. يتوفر عدد من المحميات الطبيعية والفضاءات البرية الممتدة على مساحات متنوعة في الصحراء والهضاب والسهول، تحتضن مختلف النباتات والحيوانات وكذلك الطيور النادرة المهددة بالانقراض. محميات تعترضها تحديات طبيعية ومناخية وبشرية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات وهو ما يهدد توازن النظام الأيديولوجي والغطاء النباتي والغابوي وفق نشطاء البيئة. على بعد أكثر من 100 كيلومتر من العاصمة المغربية الرباط تقع المحمية الطبيعية تيرغو أولمس، الخاصة بإعادة توطين غزال أغيس وبإطلاق مجموعة من طيور الدراج المعروف بأبو أصوصين، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 140 هكتاراً، محمية تتخذ من الهضبة الوسطى للمغرب موقعاً جغرافياً لها لتحاكي الحياة البرية لهذه الأنواع من الكائنات المهددة بالانقراض. كان كنترولي الحواج اللي هي كتهم الغزال، يعني من ناحية الماء، من ناحية المرعى، من ناحية الولادة. المحمية تم إنشاؤها سنة 2018 لتنضاف إلى 25 محمية طبيعية في المغرب، تضم فضاءات إيكولوجية تهدف لزيادة أعداد الحيوانات والطيور النادرة أو المهددة بالانقراض، كما تعمل على حمايتها من أي مخاطر طبيعية كانت أو بشرية. كاين المراقبة مستمرة ليل نهار، عندنا واحد الصفقة إدارية في السدية اللي غارديان وكيتنوبوا على الحراسة ديال المحمية، وكنديروا دي جولات تمشيطية في المحمية، ربما نكتشفوا شي موالد جدادين، ربما نلقاو شي حاجة ميتة، نلقاو شي انيمون ويزيبل مثلا كنديكلاريو به. شبح الجفاف وحدة التغيرات المناخية عوامل وغيرها تهدد الأنظمة الإيكولوجية ومن خلالها الحياة البرية وفق خبراء البيئة. الشيء اللي خصو ضروري استراتيجيات اللي تكون مندمجة بين جميع قطاعات وزارية وبين أيضا المجتمع المدني. تسعى الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للحفاظ على التوازن الإيكولوجي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، رغم إشكالية تدهور الغطاء الغابوي بسبب التغيرات المناخية ولعوامل بشرية أيضا. للحفاظ على هذا التوازن البيئي وترسيخا لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والتي ترتكز على 5 محاور أساسية، من بينها المحور المتعلق بحماية المورد الطبيعي وكذا التنوع البيولوجي، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بعدة تدابير، من بينها خلق المحمية ديال محمية الغزال.
المغرب ينخرط منذ خمسينيات القرن الماضي في عمليات حماية الطبيعة والثروة الحيوانية عبر توقيعه على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك توقيعه على معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهددين بالانقراض المعروفة اختصارا باسم سايتس. ثقافة حماية البيئة لا تزال بحاجة إلى دعم، فدور المواطن لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الرسمية والجمعيات المدنية، ما يستوجب حسب مختصين تكثيف حملات التوعية العامة وإشراك كافة مكونات المجتمع المدني. فاطمة البكاري، الحرة، ألماس، ضواحي مدينة الخميسات. في فقرتنا التالية سنتحدث عن الرياضات القتالية لكن من منظور نسوي، فمثلا انطلقت رياضة التايكواندو من كوريا قبل نحو 2000 عام حيث كانت تعد من الطقوس الدينية، لكن تطورت مع مرور الوقت وأصبحت الآن فنا قتاليا يستخدم للدفاع عن النفس، لكن إلى حد كبير فإن أغلب رواد هذه المهارات هم من الرجال، لكن مؤخرا اقتحمت النساء عالم الرياضة القتالية بقوة وهي تجربة تثير اهتمام القائمين على المنافسات الأولمبية الذين أكدوا أن تمكين المرأة يجب أن يتم من خلال تطوير مهاراتها في الدفاع عن نفسها، وبالتحديد في ظل ارتفاع أرقام العنف المنزلي عالميا وقضايا الاعتداء على النساء. لنفهم أكثر كيف يمكن لي يعني هذه الرياضات الدفاع عن النفس بما يتعلق بتمكين النساء والمساواة بين الجنسين، نستعرض لكم هنا قصة لإحدى الفتيات العربيات الملهمات في هذا المجال، وهي دانا حيدر بطلة التايكواندو الأردنية التي أحرزت ألقاب دولية وواجهت تحديات مختلفة أبرزها الإصابات الرياضية، لكن قبل أن تنهي مؤخرا رسالة الماجستير حول حقوق النساء في الرياضة العالمية والمساواة مع الرجل. إذن دانا بدأت رحلة الفنون القتالية من عمر مبكر، ولذلك لفتت أنظار زميلاتها واللاعبات الأكبر منها سنا وخبرة وحتى المدربين الذين أشرفوا على تطوير مهاراتها، حيث أكد المدرب خليل عقيل أن التزامها وحبها للرياضة جعل منها قدوة للفتيات الأردنيات. تمتاز دانا حيدر بصلابتها وبمثابرة وعدم خوف من أي خصم، بالعكس كانت تهجم وتلعب بالحركات الأمامية، الخاطفة الأمامية اسمها رايزنج كيك، كانت معظم نقاطها بهاي الحركة. لذلك يعني دانا حيدر لا تنسى، وفي بعض لاعبات عندنا ماخذينها كمثال إلها ويحاولوا يقلدوها شو كانت تعمل في خلال المباريات ويعملوا زيها. للحديث أكثر تنضم إلينا من عمان لاعبة التايكواندو الأردنية دانا حيدر. صباح الخير عليك يا دانا. إذا دعينا نتحدث عن البدايات، يعني إمتى قررتي أو أدركتي حبك لهذا النوع من أنواع الرياضات القتالية؟
صباح الخير أول إشي، وشكرا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بألف خير. حقيقة يعني بدي أشكركم كمان على المقدمة الرائعة. بداياتي كانت برياضة التايكواندو من خلال مدرستي، كنت أنا برهبات الناصرة، والمعلمة يعني شافت خلينا نحكي أغلب عناصر اللياقة البدنية موجودة عندي من سرعة، قوة، مرونة، ليونة، فتواصلت مع أهلي وطلبت منهم أنه يسجلوني بأي نوع من الرياضات عشان أنه أكمل فيها بشكل احترافي أكتر. وفعلا هذا الإشي اللي صار بالعطلة الصيفية، زي أي طفل حاليا اشتركت بنادي قريب علي، كان نادي تايكواندو، وحبيت اللعبة، حبيتها كتير لأنه شعرت بقيمة الإنجاز فيها، وطبعا أضافت لي الشيء الكثير. فمن هون بلشت بداياتي بالتايكواندو. طيب دانا، يعني إيش هي أبرز التحديات بشكل عام أمام إتقان مثل هذا النوع من أنواع الرياضات وخوض المنافسات الدولية؟ التحديات بقدر أحكي هلأ، الحمد لله من خلال أسرتي وعائلتي كان في الدعم الكبير يعني تغطية على أي صعوبات أو عوائق ممكن أنه تصيبني في مسيرتي. من ضمن التحديات طبعا للأسف في بعض الأحيان ما كان في التدريب بالشكل العلمي، بس كنت دائما يعني ثابر أني ألاقي الطريق للوصول للإنجازات. الحمد لله بهذا الإشي خلاني أكسر أرقام أو أحقق ألقاب ما تحققت من قبل، زي ذهبية فضية أولمبياد الناشئين، وهي أول ميدالية أولمبية رسمية للأردن في أولمبياد الناشئين، والوحيدة للسيدات لحد الآن. تأهلت لأولمبياد لندن، أحرزت أول فضية عالم للسيدات في التايكواندو، وحتى للرجال كانت الأولى. فالحمد لله دائما كان في مثابرة ودعم. التحديات بتروح من خلال المثابرة على أو التصميم على الحلم، خليني أحكي. جميل. دانا، بشكل أو بآخر نشهد نوع من أنواع الاحتكار للرجال لمختلف أصناف الرياضات والألعاب، لكن لما نحكي عن الرياضات القتالية بالتحديد، إيش أبرز التحديات اللي بتخوضها الفتاة في هذا المجال، وهل أصلا في نوع من أنواع المساواة حتى في هذا النوع من أنواع الرياضات القتالية؟ صحيح. هلا بدي احكي عن سابقا كان في، صحيح كان في خلينا نحكي تفاوت بين عدد الرجال وعدد السيدات الممارسين للرياضه بشكل عام، بس يعني ملحوظ بالوقت الحالي انه لا، في تزايد من مشاركه السيدات سواء بالرياضه بشكل عام، رياضه للجميع، او حتى بالمنافسات العالميه. وتاكيد على الحكي في اللجنه الاولمبيه الدوليه الاي او سي بآخر أولمبياد طوكيو 2020، كان عدد المشاركين من اللاعبين ما يقارب تقريبا 50%، وهو 48% سيدات مقارنة ب 52% للرجال. فهذا بأكد أنه صار في ازدياد بعدد المشاركات من السيدات. كيف ممكن أنه هذا؟ بأنه نزيد الوعي طبعا بأهمية الرياضة، بأنها قدي بتضيف لشخصية الفتاة وإيش بتضيف لها بحياتها، حتى لو كانت رياضة قتالية. فالرياضات القتالية هي أكثر رياضات بتعزز بالثقة بالنفس، حب التعلم، المثابرة. فهي الأمور يعني بتكون مهمة بكل مجالات الحياة وليست بس بالرياضة. طيب دانا، نستكمل حديثنا معك في موضوع تحديات الفتيات في الرياضات القتالية وعن دعمك بالتحديد للنساء وتشجيعهم في هذا المجال، لكن خلينا نتحدث أيضا عن رسالة الماجستير اللي تعدينها حول هذا الموضوع. لكن قبل ذلك خلينا نستمع لزميلتك حلا جرف وحديثها عن دور الدعم الأسري في مسيرة اللاعبات، ثم نعود لاستكمال حديثنا. تعرفت على دانا أولاً بسنة 2007، كان أول منتخب وطني تايكواندو لدانا تنضم له، وكانت أصغر لاعبة في المنتخب وأخف وزن بطبيعة الحال، وأنا كنت كابتن المنتخب بهذيك السنة، كان منتخب الناشئين، وكنا منحضر لبطولة آسيا اللي راح تقام أول مرة بالأردن. كانت من 2007
2007 كان عمرها يمكن عم نحكي عن 14 سنة. كان عندها عقلية مختلفة، كانت تيجي على التدريب بكل التزام بكل جدية مع أنها صغيرة، بس صدقا بهديك السنة كلياتنا حسينا إنه هاي اللعبة رح تكون ذات شأن يوم من الأيام. في هيك حالات الدعم الأولي يكون من الأسرة من البيت. لما يكون البيت مؤمن في المرأة أو في الفتاة إنها هي قادرة، وهي ما في فرق بينها وبين لو كانت ولد مثلاً، هذا أول إشي ببني ثقتها بنفسها. عائلتها هم الداعم الأول كان لدانا، اللي آمن فيها، وهي كمان أثبتت جدارتها فدعموها بشكل يعني ما شاء الله مش طبيعي. يعني أنا أذكر ب 2007 على كل تدريب كان والدها الله يرحمه يكون متواجد وما يغادر لحد ما تخلص تمرينها. يعني حتى كان عندنا تمرين على الساعة 6 الصبح يكون موجود، وعلى يعني كان يمر علينا أيام ندرب 3 تدريبات باليوم، بالثلاث تدريبات والدها الله يرحمه يكون موجود ويشكل علاقة معنا كلياتنا. يعني إحنا كلاعبات زميلاتها في المنتخب كانت علاقته طيبة فينا جميعا. فأنا بالنسبة لي طبعا، وبالخلفية أمها طبعا كانت داعمة بالبيت، خصوصا أكلها شو تاكل شو ما تاكل. يعني الأكل كان لازم يكون نظيف عشان هي رياضية، يعني جسمها رياضي ما بزبط تاكل أي أكل. دانا في سنة من السنوات صار عندها إصابة وخضعت لعملية جراحية في رباط صليبي في الركبة. عقلية هاي الرياضية وهاي الإنسانة إنها هي أخذت أيام تعافي أقل من اللازم وطلعت على بطولة العالم وجابت فضية. هاي العقلية لساتها موجودة في دانا لغاية اليوم. بعد ما خلصت دراسة الماجستير في كوريا الجنوبية ما زالت دانا هاي الشخصية القيادية والتنافسية، بتنافس حالها. دانا دائما بتنافس حالها أولا، ما بتنافس حدا تاني. نستكمل حديثنا معك دانا حيدر. دعينا نتوقف عن جملة زميلتك وصديقتك حلا، حكت إنه عائلتك دعمتك بكل الطرق الممكنة وآمنت بقدراتك تماما. قديش مهم الدعم الأسري للنساء بمختلف المجالات، وخاصة لما بدنا نحكي عن نوع من أنواع الرياضة اللي بيحتكرها الرجال عادة؟ صحيح، بالنسبة إلي دعم الأسرة كان كل شيء بهذاك الوقت ولحد الآن. هو الإشي اللي يعني بمهد لك الطريق قدامك وبيخليك تمشي بثقة وتكوني شايفة الطريق قدامك بدون العوائق الموجودة من المحيط، خلينا نحكي، أو نظرة المجتمع. والدي الله يرحمه كان من أكبر الداعمين إلي، كان حتى في بطولات يكون يسافر معي عشان يشجعني ويحضر. العائلة كاملة، يعني والدتي كانت مثلا يكون في طبخة للبيت وطبخة لدانا تكون اللي هي أقل سعرات حرارية عشان الواحد يضل محافظ على وزنه. العائلة كاملة لما تشوفي إيمانهم صدقيني الواحد يعني بتخطى المستحيل وبعمل أمور ما بحياته كان يتوقع أنه ينجزها. فكان لهم الدور كبير، يعني الحمد لله دائما بعتبر أنه إلي أنا يعني لازم أعطي للمجتمع لأنه ربنا أعطاني يعني أهل زيهم. يعني الله يخلي لك إياهم. وخلينا نتحدث أكثر عن دراستك الجامعية اللي كانت جدا ملفتة، ورسالتك لدرجة الماجستير. يعني لماذا فكرتي بدراسة حقوق النساء والمساواة بينهم وبين الرجال في عالم الرياضة؟ هلا هي الدراسة أكثر هي الإدارة الرياضية العالمية كانت الماجستير، بس من خلالها طبعا كانت دراستي في جامعة سيول الدولية وهي من الجامعات اللي جدا مرموقة وترتيبها 37 على العالم. كانت الدراسة يعني أعطتني نظرة واسعة على عالم الرياضة بعيدا عن إني لاعبة، أو خليني أحكي إضافة على
خبرة إلي كلاعبة، بتشوفي الرياضة من مجال واسع جدا، من مجال الحقوق، من مجال التمويل، من مجال إقامة المسابقات، من مجال الرياضة لتطوير المجتمعات، فبتشوفيها من كامل المجالات. حبيت برسالتي أحكي أكثر عن ثلاث أبعاد أنا عندي شغف فيهم، يعني كعنوان الرسالة كان الذكاء العاطفي والدور القيادي والمرأة في الاتحاد الدولي للتايكواندو. يعني فهذا بجمع هدول الثلاث أمور من ضمنهم المرأة. يعني هدول الثلاث أمور الرئيسية اللي حكيتي عنهم بتشوف إنهم هم سبب المشكلة اللي بتمنع وجود مساواة عادلة بين النساء والرجال، وكيف ممكن تحقيق المساواة العادلة؟ هلأ في الحقيقة هدول الثلاث محاور اللي هم الذكاء العاطفي ببرز قوة المرأة في الأدوار القيادية. فأنا ما بحب دائما أنه يكون المرأة الشخص المستضعف أو الشخص اللي مو قادر، بالعكس هي إحنا بنحكي دائما المرأة مكملة للمجتمع مع الرجل وما في دور تنافسي بينهم. فكان يعني حتى عنوان الرسالة ببين أنه مواطن القوة في إدارة المرأة، ومن خلالها تم عمل يعني الرسالة ونتائجها وتم تبنيها من الاتحاد الدولي للتايكواندو. هلأ إحنا عنا خليني أحكي ثلاث مشاكل محورية اللي هي التحيز أكتر ونظرة المجتمع. كيف ممكن نغير هذا الإشي بالتوعية بدور المرأة، وكيف هي بتقدر تعمل الأمور بالشكل المناسب؟ زي ما قلت لك تسليط الضوء على مواطن قوة المرأة في الأدوار الإدارية. العامل الآخر يعني من خلال دراسات إيش بتحكي كمان، خلينا نحكي ثقة المرأة بنفسها وبأنه هي قادرة على تولي المهمات هذه، وأنها عندها الطموح لأنه توصل لهاي المراكز وتعمل عملها بأكمل وجه. الشغلة الثالثة من وجهة نظري كمان أنه المرأة يعني في إلها كمان حياة الأخرى. أي واحد بده يعطي بعمله لازم يكون مرتاح بشكل عام، فلازم يكون في خلينا نحكي بالشركات نوع من الكولتشر أو التعاون والتعامل مع المرأة بطريقة سلسة لا تتعارض مع حياتها. فهاي الأمور ثلاثة إذا تم أكيد تحسينها أكيد رح تتم زيادة عدد المرأة. أنه ما في فرق بين الرجل والمرأة خاصة في مجال الرياضات القتالية. نشكر وجودك معنا لاعبة التايكواندو الأردنية دانا حيدر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا بهذا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. Thank you.